لكن يقينا انا على يقين، لان انت حضرتك لما تشوفي الحراك الفلسطيني والرغبه في التحرر والرغبه في صناعه الوطن والرغبه في الحفاظ على مقدرات الوطن، لا يمكن يعني ايه تستسلمي، لان زي مالك بن نبي ما قال الاستعمار هو القابلية للاستعمار. إذا لكن حتى الآن لم تتحقق هذه القابلية لدى النفسية الفلسطينية ولدى الشباب، حتى الـ 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 الأطفال اللي طالعين ممكن ما شافوش يعني الـ 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 الأيام الأولى والمعاناة الأولى، ورغم ذلك الأطفال اللي طالعين ما زالوا يعني يبحثوا عن الأرض والوطن والتحرر. فأنا على يقين ان يعني الدوله الفلسطينيه اتيه لا محاله، ولكن على الفرقاء انهم يتحدوا ويكونوا قوه في وجه هذا ايه التعنت الاسرائيلي.